طمني والنبي يا دكتور، خالتي ماجدة مالها؟ ما تقلقيش، هي زي الفل. هي جالها بس هبوط حرق الدورة الدموية، والحمد لله لحقنا كل حاجة. أهم حاجة تاكل كويس وترتاح، وهي ساعة زمن هتخرج معاكم بإذن الله. ربنا يطمنك يا رب يا حبيبتي. يعني دكتور هي مش محتاجة تعمل أشعة عملية الحاجات دي وانت مخبي علينا؟ انت شكلك بتحبها قوي. بحبها؟ دي أمي، ربنا يبارك لها في عمرك يا ست الكل. طمنوا يا جماعة، الموضوع مش مستاهل، هتخرج معاكم بإذن الله بعد إذنك. إن شاء الله. سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا بنتي. أمي مالك؟ كتر خيرك حبيبتي. هادي يا أخي تجاري ورا عرب، ما خدناش منه غير البهدلة والمرمطة والمرض. جرى إيه يا أستاذ علي؟ خالتي كويسة والحمد لله، والدكتور لسه مطمنا عليها وقال ساعة زمن وهترجع بيتها. روح يا محسن يا اخويا والنبي اطمن عرب، تلاقيه حبة عيني هيموت من القلق على امه. انا يا حاضر حمام، الف سلام عليك يا خالتي. الله يسلمك يا حبيبي. اخوك يا استاذ علي الحته كلها بتحلف بجدعنته، ولو كنت يا اخويا مش ناوي تقف جنبه بلاش تجيب سيرته بالراضي في غيابه. ماشي يا ستي، ربنا يفك الضيقه. وبعدين انا بتكلم مع امي في حاجه تخصنا، ما واجهتلكيش كلام يا حنان، واظن خوفي على امي ومرضها اهم بكتير من اي حد تاني. انا عارفه يا اخويا ان كلامي مش هيجي على هواك. عموما اطمنت على خالتي وعملت الواجب، لما تروح البيت هبقى اروح اقعد معاها. عن اذنك. خير يا ست؟ قالوا لي انك عايزاني في حاجه مهمه، اتفضلي انا معاكي. عايزه اقول لحضرتك ان عرب السويركي ما قتلش حسنيه. ادخل. تقرير الطب الشرعي في قضية عرب السويركي وصل يا فندم. سمعني كده بيقول ايه؟ التقرير بيأكد كلام عرب والشهود. الوفاة حصلت تقريبا قبل دخول عرب بثلاث ساعات. اطلع بسرعة النيابة بعد التقرير ده عشان يفرجوا عنه بدل ما يتحبس يومين كمان. يلا بسرعة بعد اذنك. تمام يا فندم، تمام. معاك يا ست، كنت بتقولي ايه؟ كنت عايزة اقول لحضرتك ان الواد ده واد طيب وابن حلال ويتيم وشقيق وما يعملش كده ابدا. وربنا ظهر الحق. الحمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. قولي لي بقى أنت مين أصلا؟ بقول لك يا غالي، الله يرضى عليك، بس ممكن أعمل ألو من تليفونك؟ ممنوع، ما ينفعش. اقعد بقى، ما توديناش في داهية معاك. يا عم يا رب المعبودة، يا أقل من دقيقة هكلم أمي بس أطمن عليها. ما بقول لك ما ينفعش. وقف بقى، خلي يومك يعدي. مرات عمي بتعملي ايه هنا؟ اهلا يا جمال، صباحك زي الفل يا حبيبي. كنت جاية أعمل ورق، قالوا لي هنا ما ينفعش. طب ما تعبيش نفسك، أنا أخش أخلص ورق بطاقتي وأرجع أعمل لك اللي أنت عايزاه، أنا مسيطر يعني. طبعًا طبعًا ما استغناش، بس هم قالوا هنا ما ينفعش، هعمله في الشهر العقاري. فوتك بعافية. الحمد لله، الحمد لله يا رب. ربنا طمن قلبك يا محسن، قسما بدين الله انا كان هيجرى لي حاجه كنت هموت فيها لو كانت امي حصل لها حاجه بسببي. تشكر اخويا. يا جدع انت في ايه؟ امك ده يا امي بالظبط عرب، مالك؟ اخويا قول لي عملت ايه في القصه بتاعت عم مونجي؟ يا عم ركز في اللي انت فيه، وفي عز اللي انت فيه ده كله عايز تحل الناس لسه متعرف عليهم. انت جدع انت ما بتعملش ليه اللي انا بقول لك عليه؟ وانا من امتى قلت لي حاجه ونفضت؟ الفلوس وصلت لصاحبها يا عم. ايوه كده، خلي الراجل يطلع يقعد وسط عياله، ده غلبان. طمني يا متر، ايه الاخبار؟ طمن يا عرب، ان شاء الله بخير. اجراءات بسيطه بس وتروح على بيتكم ان شاء الله. الحمد لله، كتر خيرك. قاعد كده في عزومه عند الشلامي. شلامي؟ بقول لك يا متر خش عند وكيل النيابه خليه يحبسني تاني. ما اعرفش عنك كده. اعمل اللي انت عايزه. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.